كمان هنستمر مع اليوم السابع، نقرأ منها: بدأ الدراسة بمدرسة التطبيقات النووية بالضبعة خلال أيام. تستقبل مدرسة الضبعة لتطبيقات التكنولوجيا النووية خلال الأيام المقبلة أول دفعة تضم 75 طالب لبدء الدراسة في 3 أقسام لمدة 5 سنوات، وذلك عقب الانتهاء من عملية الاختبارات النهائية وترشيح 140 طالب للخضوع لكشف الهيئة بالمعهد الفني للقوات المسلحة لاختيار 75 طالب من بينهم للدراسة بالمدرسة. وبالتزامن مع إجراء اختبارات اختيار الطلبة المؤهلين للدراسة بمدرسة التطبيقات النووية بالضبعة، تسارع الدولة في إنهاء أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية بالمدرسة في الوقت الذي وصلت فيه جميع الأجهزة والمعدات اللازمة للمعامل التكنولوجية تمهيدا لبدء الدراسة، عقب انتهاء كشف الهيئة للطلاب المتقدمين الذي يجرى حاليا لاختبارات المقبولين من بينهم.